حطها لا حطيتها دوي عيدها حيث في الاثناء اللي كانت تجرى اطوار مقاومه امل فريق المغرب التطواني مع امل فريق جمعيه سنا المقابله يعني انطلقت قبل اللحظات يعني انطلقت مع الساعه الثانيه يعني مرة 5 دقائق في المقابله فات الشوط الاول متابعينا الكرام وما زالت يعني النتيجه 0-2 بين الفريقين اذا الفريق المغرب التطواني امل فريق المغرب التطواني هو اللي كيستضيف المقابله متابعينا الكرام وطال الامل يعني معروف بقمصان فريق المغرب الاتلتيك تطوان فريق المغرب التطواني اللي كيلعب القميص الاحمر والابيض فريق الجمعيه السلميه اللي كيلعب بقميص برتقالي أيوه كانت محاولة في هذه الفرق المغرب التطواني كي تصدي الحارس تمريرة خاطئة الهدف الأول اللي في هذا الفريق المغرب التطواني بعد تمريرة خاطئة من مدافع فريق الجمعيه السلميه متابعينا الكرام وكتشوفوا فرحه لاعبي فريق المغرب التطواني بعد تسجيل هذا الهدف اذا تغير معطى المقابله او مؤشر المقابله انا فرطو شيء مزيان اذا تغير يعني مؤشر المقابله متابعينا الكرام تغير يعني في النتيجه بعد يعني خطا من المدافع استغلها لاعب فريق المغرب التطواني رقم 10 وسجل منها يعني بعد تسديده قويه سجل منها الهدف الاول اذا 1-0 لفائده امل فريق المغرب اتلتيك تطوان في هذه المباراه في الشوط الاول من تمرير الكره اذا الكره مع فريق المغرب تطوان في الاثناء تمريره عرضيه ينزل و خروج مرمى راس مرمى لجمعية سلا فريق الجمعية السلوية راضيين بواحد سلا واحد واحد قبل كنترى ملعب المليليين هنا مدينة تطوان I'm
كيلعب اسطواني تمريره اولى يعني اخذ ورد جميع فرق الفرق الجمعية السلوية تدخل المدافع أمحيح اللي كيتم يعني التصعيد ديالو كذلك اللي مع الفريق الأول في عدة المغرب تطوان كرة الفريق المغرب تطواني تبريرة فلان تدخل الدفاع خطا كيحصل عليه لاعب فريق الميتسان بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على النتيجه فالنتيجه في حدود الساعه تقدم فريق المغرب امل فريق المغرب التطواني بهدف لصفر على فريق جمعيه سعد اذا فريق المغرب التطواني متقدم هدف لصفر على ضد امل جمعيه سعد عندي مباراة ديال الامل والشبان وهذوما اللاعبين ديال المستقبل اللي كينتظر منهم يعني شيء كثير طبعا يعني اللاعبين بعض منهم يعني هما ابناء مدرسة المغرب التطواني تمريرة خطيرة في العمق هجم يعني فائدة الجمعية السلوية كما رأوا تدخل مدافع امحاح وركنية لفائدة فريق جمعية امل فريق جمعية شكرا اخي محسن الحداد ركنيه الان تمريره طويله ضربه بالراس تدخل الدفاع يرجع لعند جمعيه سلا منزل الكراني حاول انه يراوغ كان عتاد ولكن توجه في الوسط ديال الاناره كيغطي على هاد الجهه هادي سديدة للحارس سديدة اللاعب رقم 4 مدافع جمعيه سلا متصدي الحارس كيرجع كره من لاعبين فريق المغرب التطواني في الاثناء كيراوغ لاعب ممتاز لاعب راه تونيك دخل العمق ولكن قد عملوا الكره الحكم ما كانش ضربه خطا كيرجع كره لدفاع فريق جمعيه ساده خطا كذلك في التمرير خطا في التمرير اخو المعترك تدخل الدفاع حكم كان لنا خطا يمكن قريب فريق المغرب التطواني انه يستغل واحد الخطا كذلك خطا ثاني من المدافع يمكن قريب انه يسجل الهدف الثاني ولكن المدافع كي دخل اخر المطاف كيحصل على ضربه خطا كذلك يعني خطا قيل احسن مشتا فريق المغرب التطواني كيتمكن من يخرج بالكره رجع كره الجهه اليمنى رجع عند الحارس الحارس لاعب مليح عامل فريق الامل كما كنقولوا هذا اللاعب عنده مستقبل واعد ان شاء الله لان كيمارس مع لاعبي فريق المغرب التطواني وخاض يعني المقابله الاولى ديال فريق المغرب التطواني ضد المغرب الفاسي كذلك يعني خاض مباراه اخرى مع فريق المغرب التطواني اللي تعرض لاصابه ودابا حاليا رجع كيمارس مع فريق الامل الكره عند لاعبي جمعيه السله تمريره في العمق حاول انه يهرب وتدخل الظاهر كيرجع الكره فريق جمعيه السله كيبحثوا لاعبي جمعيه السله على انه يعادلوا النتيجه هو ما تمريرة في العمق تدخل الدفاع متبنيك وسط
كاينين على شيء وكتبقى في مقابله من اجل التدخل الطاقم الطبي بعد اصابه الحارس. كيتوقف مقابلة متابعين الكرام في هذا الأثناء من أجل يعني إعطاء إسعافات أولية للحارس وكذلك يعني لاعب فريق المغرب التطواني بعد الإصابة ديالو في هذا الهجوم المضاد اللي تبعته معنا كان لصالح فائدة فريق المغرب التطواني. الأجواء مشمشة متابعين الكرام من الحرارة اليوم يعني الجو مشمش نعرف يعني شوفوا يعني مدرب فريق المغرب التطواني اللاعب القدير اخ ايوب كحال محمد كحال في توجيه اللاعبين ديالو كيوجه اللاعبين ربما تغلطوا في النتيجه فكيعطيهم يعني كيعطيهم يعني الطريقه ديال اللاعب كيسمعوا الصوت ديالو تبارك الله. ما كيهدالوش البال تشاهدوا يعني المدرب واقف مازالت مقابلة متوقفة من أجل يعني علاج الحارس اللي تصاب في هذه الكرة الأخيرة مازال يعني المدرب ديال الفريق المغرب التطواني كيعطي التعليمات ديالو للاعبين هذا الطلب رجع المقابلة حكم غادي يستأنف اللقاء الروح الرياضية لاعبي فريق المغرب التطواني كيرجعوا الكرة لاعبي جمعية السلاك كرة طويلة كرة في الوسط جا كرة الحارس حارس الدفاع ترتاح الحارس شنو يعمل الحارس هاد الأثناء كيديها مدافع الحارس مرة أخرى طويلة حكم كان من خطأ لصالح جمعية سلا الربع ساعة كتمر على هذا الشوط الأول متابعينا الكرام ودائما يعني نتيجة تقدم فريق أمل فريق المغرب التطواني بهدف لصفر ضد أمل فريق جمعية سلا شي كرة طويلة تدخل الدفاع الحكم كان هنا خطأ قريب من مربع العمليات الحكم كيعتبر الكره خطا بعد التقاء من المدافع شوفوا شنو عطينا هذا الخطا متابعينا الكرام ضربه خطا على مشارف مرمى فريق المغرب امل فريق المغرب التطواني
ضربه خطا قريبه متابعينا الكرام، المرمى فريق مغرب الاسطواني شوف شنو هذا تنقاد الكرة من ضربة خطا خطيرة متابعينا الكرام. دخل الدفاع كيعاود تسديدة مرة أخرى، الدفاع كي دخل هنا جوج ديال المرات تسديدة أخرى وخارج المرمى. كتلعب كرة من الحارس عند محيح عميد الأمل، كتدخل لاعب الوسط كنرد تمريرة في العمق، حاكم الكرة لكن كتلعب منه ولكن تسلل حاكم كاعلن على أرجو. كيبحث مدافع على أنه يلعب كرة طويلة طويلة. كرة الدفاع كلاوة حكم كريم لا لمسة يد لصالح فريق جمعية سلا. إذن كنتذكر بنتيجة متابعينا الكرام دائما 1-0 لصالح فريق أمل المغرب التطوان. رجع كرة الدفاع دا فريق مغرب الاسطواني بعد التسجيل، بعد تسجيل الهدف الأول مراوغة جميلة كما بالمثال اللاعب جمعية سلا. خرج كرة التمس التمس لصالح جمعية سلا وإصابة أحد اللاعب، غتوقف مرة المباراة مرة أخرى. كما قلت يعني بعد تسجيل فريق مغرب الاسطواني الهدف الأول فاللاعبين ديال فريق مغرب الاسطواني نزلوا اللعب شوية. أنا في الأول كانت هناك يعني لمسات الكرة كان كيبحث فريق مغرب الاسطواني من أجل يعني تسجيل الهدف الأول، تأثروا ذاك الشيء ونزل إيقاع المقابلة متابعينا الكرام. شوف إن شاء الله عطيتنا التمس كيما راه في العمق تقطع الكرة من الدفاع. شي كرة طويلة تمريرة في العمق، تدخل الدفاع مرة أخرى كيحاولوا ينزلوا الكرة. شي كرة الوسط كترجع شي كرة داخل الحارس Yeah.
ترجع كره الدفاع فريق المغرب التطواني كره في الوسط نحس الجناح الايسر كيحاول انه يتوغل كيحصل على خطا خطا لصالح فريق المغرب التطواني لعب كره دفاع متقدم حاليا لفريق المغرب التطواني الكرة كتمشي لجناح أيمن كيمرر في العمق ولكن تدخل الحارس تمريرة كتجبر حتى شي لاعب كرة طويلة دائما كيلعب العشرة ركنية فايدة فريق المغرب التطواني مرة طويلة في العمق ركنية من جديد تقطع الكرة كترجع لصالح فايدة المغرب التطواني الكرة خطا لسائد صالح الجمعيه السلويه تذكير بالنتيجه متابعينا الكرام يعني مرور اكثر من 25 دقيقه دائما 1-0 لصالح فريق المغرب اتلتيك تيتي تمرير رفع عمق تدخل الدفاع نزل كرة جديدة والدفاع مرة أخرى سي 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 سي
ما يبي فرق المعسكرية طويلة. تدخل الدفاع. واش رجع كدي على الكرة كدرجة كتحاول. كذا من له. إيه وش عارف من له. هو بس صافر مش النار دي. كمل بيوم صاحب التسبيع. تمسي صالح جميع السلوية. أصلا ما دخلت أصلا مرة. خمسة طيارات من الخارج. كانت كانت كرة تخت كرة عند الحارس طويلة برافو المدافع كرة مع لاعبي فرق جميع سلبية يحاول يسدد محاولة جميلة ولكن اللاعب كيضيع كتضيع هاد المحاولة متابعينا الكرام بعد يعني تمريرات رائعة من طرف لاعب فريق مغرب تطوان محاولة أخرى تحرك اللاعب الفريق الشيطاني في الثلاثة وثلاثين كرام لاعب الأمل كي محتاج على تسجيل الهدف الثاني ولكن بدون تغيير في النتيجة ترجع الكرة شوفوا الكرة شاطة قيمة وضربة خطأ كيحصل على خطأ خطير على مشارف مربع العمليات شوفوا شنو يعطينا هذا الخطأ ضربة خطأ قريبة من مربع العملية متابعينا الكرام شوف التنفيذ ديالها شو يعني ضربة خطأ بالتقنية العريضة كترجع الكرة عند لاعب فريق مغرب تطواني مرة أخرى انك تحصلوا على خطأ لا عايز
طلبات خطا اخرى. شنطه اللاعب رقم 21 كذلك طلبات خطا شمضاتي. خارج المرمى تنا متابعينا الكرام اللي تاخذوا منا جديدين في هذا البث المباشر على قناتكم قناة شوف سبور لمتابعة أطوار هذه المقابلة اللي كتجمع ما بين فريق أمل فريق المغرب التطواني وأمل فريق جمعية سلا في إطار أجواء البطولة الوطنية فئة الأمل. طبعا يعني في هذه المقابلة فالشوط الأول متابعينا الكرام يعني بعد مرور أكثر من 35 دقيقة تقدم فريق المغرب التطواني وفريق المغرب التطواني كان هو الأقرب نسجل الهدف الثاني لكن الكره ما غاتش حاليا يعني كنشوفوا جوج مقدمه راه جميله تمريره وتدخل الدفاع يرجع الكره عند الحارس طويله ترجع الكره في الوسط يحاول انه يراوغ الكرة للتمس تمس لصالح فريق المغرب التطواني تلعب تمس مرة أخرى كرة تخرج للتمس كرة مع لاعب فريق جمعية سلا تدخل التمرير تدخل الدفاع تحتاج على الخطا الحكم كيقول تكمل الكرة الحكم كيوقف في المقابلة لاجل تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب المصاب كرة التامس كان الحاكم لكن كان لنا خطأ يا
كره التمريرات القصيره ما بين لاعبي فريق مغرب الاسطواني، ترجع كره للدفاع. ترجع كره للدفاع. كيخرج كرة للتماس. حاول يضغط عليه لاعبي فريق جمعية سنة، كيخرج بالكرة تعمل نوع قطع الكرة مش ترجع لاعبي جمعية سنة، كيحاول انه يمرر كيتوغل كتعمل الكرة ترجع عند لاعبي فريق جمعية سنة، كيتدخل لاعبي فريق مغرب الاسطواني. شي كرة طويلة نلعب من لاعب داداش واحد من سجل الهدف الاول تسدد الكرة عند الحارس. كرة طويلة لا يشفي عزيز ترجع الكرة عند لاعبي فريق جمعية سلا، ولكن مقطوعة من لاعبي فريق مغرب الاسطواني. هذه القائمة الإنارة كيعكس النظرة، كيعتذر لكم، كيحاول أنه يدخل المدافع. ترجع فريق مغرب الاسطواني، الحكم كيفتح النقاط بعدا. اللهم بارك. إذن دقائق قليلة تصنع على نهاية الشوط الأول من تشاهدنا الكرام هذا اللقاء لتقدم فريق مغرب الاسطواني بهدف لصفر ضد فريق أمل جمعية سلا. المقابلة كتجرى في ملعب الملايين يعني مع درجة حرارة مرتفعة. المقابلة يعني
مرات يعني في اجواء عاديه صح كانت شي محاولات ولا شي فرص ثاني حق التسجيل. فريق المغرب التسواني كان قريب انه يسجل هدف اكثر من هدف واحد ولكن كرة ما سجلتش. ما عملناش فيك كرة كترجع يعني معنا للفريق راك عارف المغرب التسواني. اذا لحظه قليله ينهي الحكم هذا الشوط الاول. متابعينا الكرام دائما افتقد فريق امل المغرب التسواني ضد امل جمعية سهل. جميلة 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 كانت تمريرة جميلة رائعة وكرة عند لاعب فريق جمعية سهلية ترجع كرة عند الحارس والحكم في الشوط هذا اللي كما قلنا لكم متابعينا الكرام دائما بتقدم فريق امل المغرب التسواني بهدف لصفر ضد فريق امل جمعية سهلة. تلاقوا متابعينا الكرام يعني بعد بداية الشوط الثاني ان شاء الله في المباشر على قناتكم قناة شكرا متابعينا الكرام. هذه كانت هي النقل المباشر لاطوار الشوط الاول من مقابلة أمل المغرب التسواني وأمل جمعية سهلة. عيط عيط